وأنا أقول لك أن أنا 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 بيتاي كعمل فريد دي ساعات كبر ميسيد وإن النقطة قف حريو حوق لله كتاب القرآن ولذلك واصرات إلهي اعتصنا وحرق إلهي أوأتك قف ألا قفك قف صدنا عصمه الله إلهي با إلى لنيا وعفدنيا قفك كوى على وكتش استنى والمي وانا هلاك سنة قفك السلاة أريد كلامهم كأي حويان إن كد داشت أنت أرناش هاي عملك صالحة وأعماش صالحة أبد ستد أريد كاسيوه كوف لغين يا إن النبطي قف توصم وحقي كتوصم إله يحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ذاتك إله يحلي وإيمان العمل صالح ليه الدنيا إلهي وصويا آخرنا إلهي وصويا الدنيا وصويا وحويا يثبتهم على الإيمان والعمل الصالح وحا إلهي كل إلهنا يا وقصويا إيمانك يا عمل صالح أي لي ما لم بإلهي كل دوريا قبل ربك يجلانا إلهي وقصويا إن يوافقان شوارك السحبة مر ربك مرك اللي يلاه ذو إن الجواب تهلالان إله وقصوغي وحاكم إلى أسبابها كوف لدينا إن التوسناتي ووضل حقا عبن كوى عن إن ذاتك دين تإلهي ذاتك أبو شيكت ووحيك وآبرتو خيرك آباهي سيد وآتفافي سيد وبرشد ألو ذاكتين إي آبن حقا آبرتي آبن كبخيلي إلهي يقول لي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وبلا بك اللومي يرهي ووظيفة الرسل إلهي بدك بدك وقلت الله وقود دورتي شقد ودي ما دام مرك الشقد ودي ألهيس وأمد إني هنون تأكد كد داليس إلهي مدكاس مدلا مدعا هنون كادئي هدائي هذا ما شهد إلهي كو زيادنيا ثواب كاونا يحو نقريا إن هداية لأعدادك لرهادين أيسيد أدينا الوزياء ديو أي نقريا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إحسان أمالك سوى إحسان وحاكم إذا أسبابها كو سهل يوكوف لين إيا إلى التوسنات الرفقة الصالحة إنا لساحيبتي بدو ناكس علم الله هي صالحين تا يبدك عبادة يبدك أخلاق وناكسا والله لا صاحبه وحكمة أسبابها كو سهل لينا التوسنات ولذلك وحد ويانا يسا وفهم يسا أركا يسا قفك قفح لا صاحبه أيانك بعد يسونا وقمانا قفك قف وناكسا لا صعوده والله صاحبنا سامين بكو يورانا يا وحد أركا يسا صاحب كي وناكسنا وخير كحديث كوتشي لباكس كو كتوسها يا افلام تحن هاسها كبير كي خيانة بانتا دراغة وحاس لنا الجوسة وعلى الله صاحب اولاد دادنا ابكا الى شطا انا كو الله صاحبان واكد جوسة وكا الى لسا ابيال بلان بان اجين المهود عد اي الله صاحبان ورنا انتهي من مدكة بعدي وهي اركيان دلي يردي دي اي دلان والضروغة برطي وأخلاق مبطي وصلاة كدير علي وصاحب بلحن وأي شمي نبي عليه الصلاة والسلام إله يحو كيري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعاشي يريدون وجه نفتا لوحا كحا بستا ولتشوكتا كو إلهي عابليا قلب الصبح كو إلهي عابليا وبر إلهي عبادي أي كتهي وأهل العبادة أهل خير كأه
نبي محمد كوا سلتشو ونفطر كحبس. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يينا عندها وكوا تلاب وكبد بن أيها الدنيا للبلاد كي يدون يسن. مرك النبي عليه الصلاة والسلام تربية للسية وحويان إنه نفتي سلتشو وكحبسه ذكا ونواكسا إله عبدي. أسوى إلهي حق كسود الشيء وتصنع شرع وهيستو إلهي أوسيي وإلهي أوبر وإلهي أولاليي أي تربية ولا براءة هاي كوى أهل العبادة على الصاحب. مكوينة اسم الدين يا صاحب كوى. قال بعضي لا صوتا ويلكا يو صاحب ليا هاي أظن يا صاحب لا تهاي أهل كاس وأهل مهم أه في التنكمان تأد فرها وربطي وبل يربي فساديي بحي لها اللي ربت بادك كرا صاحبي ونحسن لا يلوي. وقرانا إنسان من كبك بلن لا يسال عشر يسال كبعد نور الدين كبعد بقول ودغي كبدنا منك عالم كاها أبتغي منك عالم كاها تلدو سيوحا كمد أهي أليغا إيا التوبة بياء بن كلا إليني ميشا كتك ميها كاس وقل كاس آد فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هل كان يحاج شوغب يريد دب إلهي عابده وصالحين ذكى الله صاحب يد الهي لا عابد ديغان كأوريك. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. بل كان يديغان كان عكس الله ظن وميل دبحهم أي شوغان وحمامته أي كبرتي كهاجر. عالم كاسي تلدي أوسي وكبو ليستمين كاسي كان عيونا كدن بي معنى يروح ويريان ديغان كيبكح ويصاحب لحن ولا كوريكتا وأمريكتا صاحب لفيعا ماشي أي تشوغان والله صاحبتا وحاكم إلى أسبابها كفر غين يا إلهي حقها إنا وصل حقها إنا كسبنا الله وحاكم إلى الدعاء قفك إلهي إنا بريه وإلهي أمور الدين حق كسبه وهي تلمامها دكا ونأسنع إلهي نوشه وحاكم إلى إن إلهي بري تشيرين وعرين تشيرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا إلهي قلوب تنها الليحن كل كادنا هل نسيك بعد إلهي قلوب تنها الليحن محناها أيجي أدد بدن وهلوسن أيا مركي أيان هلوسنايين حق كوي عدي أوحو ماضي مرك إلهي وحا لولي ديستا إلهي نوشي لي عبد ومغفة في عن بريده يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا. نبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها وحي الله بهاي كان يكثر من أن يقول وحملها مبضي يحقن جراهده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. الله قلوب تقديو إله قلبي يكسب دين كذا يطاع عذاب إله قلبي يكسب ساسا نبي بدعالي السبب وكل العلم شرهاد بديجر. نبي عليه الصلاة والسلام قلبي سيلا الدين كواقصه إلهينا واهلوني تعليما لأمته بريد أمده سعود براهي وقف سكة سعود ناكسيه أسعوسا إسرياني ومروا الدعوية هذا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. وحاكم إلى أسبابها كوسها لينا توسناتك الثقة بنصر الله قف إنه أهال قف كالصون إله مسريس ضرب المركع كين ضعف إسلامك فقر لهيا جهل لهيا دحل العدالة دهل ودلم لكترة أيوة وحاقب علي إحباط إن يتشرين وأركين قالوا هرمروين إن أيوه قارين أي تعلان لهايين يرد أمريكا التهريبان وآذان أي تعلان لهايين هل كاسان يبدو لكل رمتهي إسلامك وإن أتلاتا الثقة بنصر الله إلهي نصر جيسا وإن أتكوكل صوناتا مستقبلك حقيقة أهنا إسلامك أي أسكاله. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مكي مكان لبو عدادة هي اللي قد بها هي نبي مكة أسر دعوه لانا أشرتا بباطلة هي سطا إلهي النوبري أي إرادة وحورنا هي إلهي بانكو بارتبه أنهم كانوا تام قنيا من الجار يا ملف ربلا إلى الجار إنه من حضر موت إلى صنعاء من صنعاء إلى حضر موت إلى صنعاء إلى حضر موت قف قص قصوا سوى الله إذا هنا كبقى هين يورا لها سأل إذا أغبق هاي الميانة سلا سأسلام كفافة هيا ولكنكم تستعجلون حسن يا شيء دك سيما دل بيسانة دك سيما إذا كجرته
marka waxa weeyaan waa inuu qofku ogaadaa maanta haddii islaamku dacfi u haysto oo muslimiintu ay daciif mustadcafiin yihiin waa inaad ogaataa berri haddii ilaahayadna waxaa imaanaya islaamku xoog leh oo cizi iyo sharaf leh ayaa imaanahaya nasriga ilaahay waa imaanayaa waa inaad fiqada iyo kalsoonidaas aada xambaarsanta waxaa ka mid a asbaabaha kuu fududaynaya inaad sugnaatid xaqa ku sugnaatid asabr inaad sabartid oo dhibka diinka lagugu dhibahayo aad ku sabartid cibaadada laftigeeda naftu ay nacayso diidayso ka cararayso nafta inaad ku xabistid oo xaqa aad ku dhigtid si kastaba waa u dareentid ciriiri kaste inaad sugnaatid oo sabartid man yatasabar yusabbirhu allah qofkii isa sabarsiiya khayrka ku dhigo ku sabraa ilaahay waa sabarsiinaya subxaana wa tacaala wamaa uciya axadun cataa'an khayran walaa awsaca min asabr nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam addoon laba siiyo wax ka waasicnimo badan oo ka wanaag badan sabarka iyo dulqaadka iyo adkaysimaha walidaalika baa nebigu xadiid kale wuxuu leeyahay ina min waraa'ikum ayaama sabr waxaa idinka dambeeya maalmo sabar baa idinka dambeeya maalmo adag ayaa idinka dambeeya qofka diinka haystaa wuxuu la mid yahay taqaabudun calaa jamr dhuxul daba qof ku dhegan ayuu la mid yahay dhuxul daba lama hayn karo maxaa yeele xilligaas wax u kaalmaynahayo diinka ugu hoolinahayo ma leh waa dhiban yahay diinkaa lagu dhigahaya ajar aad iyo aada u fara badan ayaa nebigu u sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam asbaabaha sababaadka iyo sugnaashaha waa inuu qofku daraaseeyaa oo uu bartaa ilaahayna in badan aan barinaa inuu nagu sugo xaqa awlaaddeenna iyo ahalkeenna iyo annagaba اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين